وبرعاية المخابرات العامة المصرية تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة المرغني وحركة تحرير السودان حول السلام في السودان ودعم الفترة الانتقالية، وكمان ضرورة توسيع الحاضنة السياسية وفتح الوثيقة الدستورية لتواكب متطلبات الانتقال الديمقراطي في السودان والاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين وجبر الضرر لهم بشكل كبير. وقع المذكرة عن الاتحاد الديمقراطي الأصل السيد جعفر الصادق المرغني وعن حركة تحرير السودان القائد مني أركو مناوي، وشكل الطرفان لجنة مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم، وشكر الطرفان مصر حكومة وشعبا لحرصهم على استدامة السلام في السودان واستقراره. أقر الطرفان دعمهما للفترة الانتقالية استيفاء لكل متطلباتها، ويثمنان اتفاق سلام جوبا الذي وقع بالأهرف الأولى في 31 أغسطس 2020 بمدينة جوبا، إقرار مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السكان وجعله المعيار الوحيد لنيل الحقوق وأداء الواجبات السياسية والمدنية، ضرورة مراجعة تجربة الحكم الاتحادي وتقييمها وصولا لنظام حكم فيدرالي ديمقراطي تتوزع فيه السلطات والموارد بين مستويات الحكم المختلفة توزيعا عادلا. اتفق الطرفان على إعادة صياغة الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بإشراك كل القوى السياسية الموقعة وغير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، بحيث تكون مرجعية الحاضنة هي الشعب السوداني. عبر الطرفان عن عميق شكرهما وامتنانهما لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا لدعمها وحرصها على استقرار وسلامة السودان وشعبه. الحقيقة نحن ننظر لهذا الاتفاق هو إن شاء الله بداية وليس النهاية في حد ذاتها، ولكن إن شاء الله من خلاله نتطلع إلى ترتيب الأوضاع فيما بيننا والتنسيق إلى أن إن شاء الله تؤدي هذا إلى انتخابات حرة ونزيهة بإذن الله سبحانه وتعالى، تهدف إلى تلبية طموحات وتطلعات الشعب السوداني الذي عانى ولغي كثير الكثير في منذ قيام الثورة وقبل الثورة في ظل نظام الإنغاز المستبد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع. وختاما أشكر جمهورية مصر العربية مجددا على هذه الاستضافة وعلى كرم الضيافة، وكذلك فخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقضايا السودان والأمر وأمن واستقرار السودان. موقف مصر في السودان موقف قديم متجدد، وموقف دائما دائم في اتجاه وحدة السودان، في اتجاه نهضة السودان، في اتجاه عبور السودان من المشاكل إلى مصاف الديمقراطية. ونحن من ضربة البداية مع بداية التنفيذ سنصبح حزبا سياسيا، وكذلك لدينا إجراء آخر فهو إجراء إعادة أو إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال القوات حركة تحرير السودان.